مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط السابع الخاص بفتو الجدان، الحقائق والإنتاج الشخصي. الشوط الرئيسي للقدان ينطلق في هذه اللحظات ليتابع هذه التحديات وهذا الانطلاق المميز، البحث عن الفوز والانتصار، البحث عن ذلك الناموس الغالي وسراب. على المقدمة خميس بن سالم صوري يأتي على المركز الأول، المركز الثاني شاهين محمد بن سلطان بن محمد الشامسي يأتي على الانطلاق الثاني، المركز الثالث ليتابع هنالك تواجد من قبل نجد نصيب بن خليفة بن سعيد الأخيل يتواجد هنا على المركز الثالث. المركز الرابع وافي يتقدم الآن مسلم بن علي بن دري المنصوري. المركز الخامس يصل في هذه اللحظات ويتقدم شاهين محمد بن مبارك بن سعيد المهيري على المركز الخامس. خمسة نجوم، خمسة شعارات كبيرة، خمسة عمالقة تأتي معنا على الانطلاق الأول والاندفاع الأول ليتابع ما بعد الخمسة المراكز الأولى. هنالك القادم المنطلق هملول بخيت بن مبارك بن علي المنصور يتواجد هنا على المركز السادس. المركز السابع وصل في هذه اللحظات وتقدم الفاتن عبد الله بن راشد بن كشيم الشامسي يتواجد هنا. المركز الثامن وصياس دنان بن صالح بن سيف الشامسي يتقدم على المركز الثامن. وسع التحديات صياد محمد بن مسلم بن زفنه العامري على المركز التاسع وعاشر المراكز. ختام هذه الجولة ملهم لسيد علي برا. يا سلام العشرة المراكز الأولى، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الانطلاق الأول والاندفاع الأول. هملول استلم القيادة، هملول استلم الريادة، تعود ملكية هملول بخيت بن مبارك بن علي المنصور قائدا لهذه المسيرة، قائدا لهذا الانطلاق وهذا التحدي. المركز الثاني يتواجد الفاتن الشامس يحتل المركز. المركز الثالث أتابع هنا هذا التواجد والانطلاق. أوصل وأبناء الساد يتقدمون مع شاهين ياسر بن سهيل الشرقي العامري يتقدم وأبناء الساد على المركز الثالث. المركز الرابع وصل سياف محمد بن مسلم بن زفنه العامري. يا سلام يا سلام دخل الأجواء، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات. القيادة هنالك مقدمة الشوط هملول بخيت بن مبارك بن علي المنصوري، ولكن الضغوطات قادمة، الأسماء قادمة. الفاتن عبد الله بن راشد بن كشيف الشامسي وصل الشامسي يصل على المركز الثاني، ولكن هنالك من الجانب الأيمن يصل شاهين محمد بن مبارك بن سعيد المهيري. حذاري من هذا القدم على المركز الثالث، ولكن نعود هنا مع المقدمة على المركز الأول والانطلاق الأول. يا سلام هملول، هملول بخيت بن مبارك بن علي المنصوري، المنصوري الأقرب إلى الفوز والانتصار رغم الضغوطات قادمة من شاهين محمد بن مبارك بن سعيد المهيري على المركز الثاني. المركز الثالث وصل هنا تقدم في هذه اللحظات وانطلق نهاب صالح بن جابر بن صالح العامري، ولكن هملول السلالة الهملولية التي أثبتت وجودها، أثبتت صدارتها على المراكز الأولى. هملول هملول بخيت بن مبارك بن علي المنصوري، تهانينا والناموس لمالك هملول بن علي المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات المركز الثاني نهاب صالح بن جابر بن صالح العامري. المركز الثالث شاهين محمد بن مبارك بن سعيد المهيري. المركز الرابع، رابع المراكز الفاتن عبد الله بن راشد بن كشيم الشامسي، وخامس المراكز وصل شاهين ياسر بن سهيل بالشرقي العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك هملول، 4:29، 5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمالك هملول.
بخيت بن مبارك بن علي المنصوري. المركز الثاني، المركز الثاني وصول من قبل شاهين محمد بن مبارك بن سعيد المهيري 4:31 بالوفاي والتمام تهانين والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث نهاب صالح بن جابر بن صالح العامري 4:31 بالوفاء والتمام تهانينا والناموس.